وتقال في البرنامج ده هي بتعكس رؤانا الحقيقية في وجود دولة ديمقراطية حديثة. أستاذ فريد زهران هو مرشح الحريات. أنا موجودة هنا ليه؟ علشان أنا شايفة أن الأستاذ فريد زهران هو المرشح الذي ينتهج السياسة. اللي قدم فريد زهران كرئيس للجمهورية بشكل مختلف عن طريقة إدارة الشؤون العامة البلاد من سنين. بنقدم بديل حقيقي الناس اللي مستحقة وتختار على ذوقها وزي ما هي عايزة. شوفي لي فرصة عمل لابني، ابني خريج جامعة كذا، خريج جامعة كذا، خريج، وكلهم شباب زي الفل. فلا يعقل ان منظومة التأمين الصحي الشامل بعد عدة سنوات من تطبيقها نكتشف ان اللي تمتعوا بيها عدد سكانهم قد لا يزيد عن عدد سكان حي شبرا في القاهرة. تحسين الهيكل الاقتصادي بوضع الأولوية لقطاعات الاقتصاد الحقيقي، قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. منطقة صناعية طنبوشين تحديدا تعتبر هي أكبر منطقة أهالي طنبوشين مستفيدة منها. احنا عاوزين نخلي اقتصادنا اقتصاد أحسن وأقوى. مش قادر ان انا اوفر اكل كويس او اعلم كويس او اعالج كويس، يبقى نعمل تغيير ونجيب ناس تاكل كويس وتعلم كويس وتعالج كويس. احنا مش كل يوم بيتاح فرصة نختار ان احنا نغير الاوضاع اللي احنا عايشين فيها. ليه فريد زهران؟ عشان كفاية سجناء رأي. التعليم هو اللي بيعمل قفزة، اللي بيعمل طفرة. جايين النهاردة واحنا مستنيين التغيير اللي طال انتظاره. قررنا دعم الأستاذ المحترم فريد زهران. أعلن تأييدي ودعمي للأستاذ فريد زهران. نحن الآن في أمس الحاجة إلى التغيير. احنا ندعو الناس للتغيير من خلال السنة. تغيير سلمي إيجابي عن طريق صناديق الانتخاب. مع التغيير. معا للتغيير. معا للتغيير.